الهواء استاذ سيد علي السيد، مصمم ازياء ومدرب باترون وباترونست. كلمتنا عن الفرق ما بين المصمم الازياء ومدرب الباترون والباترونست والترزي. اوكي، خلينا بقى نتكلم عن المهارات اللازمه علشان تشتغل تمتهن حاجه من الحاجات دي. الباترونيست او الباترونيست ده هو محتاج اول حاجه المهاره ليه ان هو يكون الاول بيعرف يعمل الباترون، تمام، اكيد. فدوت الباترون مش هيقدر يعرفه غير بالدراسه، فهو لازم يدرس الباترون. تمام، لان الباترونات دي انواع، في الباترون الايطالي وفي الباترون الفرنسي، الباترون بروفيلي، في كذا نوع من انواع الباترون، حتى الايطالي فيه اكتر من نوع، فبيدرس واحد منه ويحاول ان هو يتقنه مع التكرار، بيقدر ان هو يكبر ويصغر ويعمل كده. فالباترونيست يهمه فيها اكتر حاجه الدراسه. طب الدراسة بتاعت الباترون فين؟ في معاهد في الباترون، المعاهد الايطاليه بتدرب الباترون، في الحكومه بتعلم اللي هي مدارس الصنايع بتعلم الباترون في مصر، تمام. في ناس بتتعلم الباترون عن طريق ايه التعليم الخاص. بس اهم حاجه انه لازم يعرف الباترون علشان خاطر يعرف ازاي يرسمه، يعني يبقى عارف اماكن الجسم ويقدر يحطه على الورق، ولما يحطه على الورق يقدر يبقى حاطط كل حاجه بالمقاسات او بالنسب المظبوطه، علشان خاطر لما يجي يطلع باترون يطلع حاجه شكلها جميل في الاخر، يطلع شكل لبسه خلاص. بالظبط. الترزي بقى بيفرق عن الباترونست شويه، يعني ان هو الباترونست ده دراسه بالكامل كامل. بس في باترونست شاطر وباترونست نص نص. برافو عليك. ما هو التعليم بقى مدى اتقانه للتعليم، في ناس بتتعلم الباترون دوت على انه هو ورقه وقلم، لكن في ناس بتتخيل الموديل وهي بتعمل. اوكي، فمش شرط، يعني في موديلات جمالها في وسعها، فهو مهموش بقى جمالها في وسعها ولا جماله في الضيق، جماله في المظبوط كده، هو بقى مهموش، هو همه يطلع مقاسات على ورقه وقلم، فبيطلع الشكل وخلاص، فما بيطلعش الشكل المطلوب ابدا. دوت الفرق بين كويس والشاطر، لكن كله بيتعلم الباترون. اوكي، وبرده في بقى اللي فيه خبره مع التكرار، بيختلف مع واحد اول مره يعمل باترونات، ممكن يكون درس الباترون شاطر جدا، تمام، لكن في تنفيذه بيبقى عامل، يعني تحس ان هو مش قادر ان هو ايه يطلع الجمال في المنتج اللي هو عايز يطلعه. هو ده يعتبر الاختلاف بين واحد شاطر وكويس وواحد ايه، واحد مبدع وواحد عادي بينفذ. ده ليه نفس الفكره. اما الترزي دي بقى ليه بتبقى بالخبره اكتر، بيبقى هو اتعلم على ايد والده، اتعلم على ايد حد في الدين. يعني انا سالتك السؤال ده من شويه قبل ما نبدا، انت اتعلمت على ايدين باباك مثلا او حد في العيله لا اشتغل لا في المهنه دي؟ أنا لا عشان لا لا كده لا لا انا اتعلمت على ايد باترونست في الاول، تمام. ربنا كرمني، اول واحد حاولت ان انا اتعلم عنده كان باترونست على طول. ايه اللي خلاك اصلا تفكر ان انت عايز تدخل مجال الازياء؟ هو المجال ده نفسه مبدع ومجاله مفتوح، حاجات كتير. أوكي، وفي جداً. حاجات كتيره جدا للشباب، وفي حاجات كتيره ممكن تكسبي وتربحي من خلالها. حلو. لكن فانا استهواني. ايه اللي خلاك جات لك الفكره اوكي انا هدخل المجال ده، وانت كان عندك كام سنه؟ والله انا كنت في ثانوي ساعتها. حلو. وبعد كده حسيت ان انا حابب ان انا اتعلم خياطه. اوكي. اول ما بدات ان انا اطلع حاجه بايديا شعرت بتشعري باحساس جميل قوي، ان يعني انت نفذت ده. يعني بتبقى لها فيها احساس قوي جدا، سواء طلعت حلوه او وحشه فانت مبسوطه، انت عملت حاجه وخلاص. يعني حتى لو انا عايز اقول لك، لو طلعت الحاجه وحشه او حلوه فانت مبسوطه، بعد كده بقى تشوفي ايه اللي انت عملتي فيه وحش وتزعلي. في ناس بقى في دي الفرق بين ان لما تقابلي واحد لما تيجي تعملي حاجه غلط ماشي يهاجمك عشان انت عملت حاجه غلط. لا، هو المفروض ان هو يفرح انك انت عملتي اصلا، مش مهم بقى عملتي صح ولا غلط، المحاوله حلوه. يعني انت فاهم، فانت بتلاقي في الحاجه دي فيها ابداع بقى. مره تانية مثلا لو تيجي تعملي، كنا بنعمل الاول حاجه، ما بدانا مثلا بالقميص الرجالي ليا، او كنت بعمل ايه القميص ازاي، اعمل بدل الجيب جيبين، اعمل غطا للجيب، اعمل مش عارف اللي كل دي طبعا ايه اللي هي يعني ليفلز اعلى. كل يوم بتتدربي لحد ما بقيت ان انا ازاي اعرف اقفل القميص، اشتغلت في القميص مخصوص يعني، وبيطلع بقى مظبوط وهو خلاص عجبني. عجبني بعدين. فلما بدات اتعلم في البطنوس بقى، اتعلمت حريمي، كنت اول حاجه اتعلمتها البلوزه. حلو. بعد كده كان الكلام ده يعني مثلا سنه 78 مثلا، تمام، 98 78 ده بعيد قوي، 98 كانت سنه 98. بعد كده لما عملت البلوزه لقيت نفسي بعمل حاجه تانية، الجيبه
لقيت نفسي بعمل حاجه تانية، بدات اذاكر بقى، فلقيت نفسي بفتح في موديلات بقى. طب ايه الاصعب، الحاجات اللي من فوق والحاجات من تحت، التوب ولا لا؟ طبعا الملابس من فوق اصعب بكتير جدا، اصعب من البنطلونات او الجيبات. لا البنطلون يعتبر هو الحاجه الاصعب حاجه تحت في الجسم، الجزء اللي تحت البنطلون. طبعا. لكن كجيب كلها باشكالها فهي تعتبر اسهل حاجه. ممكن يعني انا كنت لما بروح المركز مثلا نعلم الناس، كنت بنعلمهم اول حاجه الجيب علشان اصعب حاجه يعرفوا يعملوا حاجه فيتبسطوا فيكملوا. ايوه برافو جميل والله، كنت هو ده الهدف يعني. انت متخيله ان انا كنت اول حاجه اعلمهم الجيب الصاك، فلقاهم تاني يوم عملوها فاخدوا ثقه في نفسهم كده، فالمكان يعني انت فاهمه بدات ان هم من جواهم عايزين يعملوا تاني ويكملوا. لكن فوق بقى بيبقى فيه كورساج والبنس والصدر وتصريف البنس والدوران بتاع الكم والكم والحاجات دي، موضوع كبير. ما بتقدريش انك انت تاخديهم مره واحده، تمام؟ تبدا انك انت تاخديهم ايه يعني ايه مره في مره، وما تعرفهمش ان كل الحاجات ديت يعني في المركز القناديين ما بتعرفهمش ان كل الحاجات دي هتقابلهم. ليه؟ علشان ما يحسوش ان هم بيتشدوا. فبعد كده بيتلاقوا نفسهم قدروا ان هم يعملوا الموديل اللي بعد كده. حلو. اكتر واحد بيتكلم في التفصيل اللي هو اللي جاي فاهم ويقول لك انا عايز اعمل كذا كذا كذا، تيجي تفهمها له هو خلاص هو اتخض يعني. العمليه صعبه عليه، لكن هي اصلا بتبقى سهله جدا، ولما انت بتعملي الحاجه بايدك بتحبيها يعني. تخيلي هي دي قمه الابداع، انك تعملي حاجه وتشفيه يعني. انا عايز اقول لك حاجه، من اكتر الحاجات اللي اساعدتني ان الاقي واحده تاني يوم جابت نفسها جيبه قديمه او عبايه وراحت عملتها على قد بنتها ولبستها وقالت لي يا استاذ سيد انا عملت الجيبه دي على قد بنتي، هي فرحانه جدا. عارفه لو الجيبه وحشه بقول لها انت عملتي خطيره. انا مش منافقها، لكن انا بحس الاحساس، بحس الاحساس بتاعها ان هي جايه سعيده بانها قدرت انها تعمل حاجه. عارفه انت لو هاجمتي حاجه زي كده خلاص بتحبطيها. بتحبطيها ده يعني بتخلي حتى النفسيه عندها. فعشان كده تيجي تاني يوم تلاقيها عملت وانجزت وعملت وسوت وعملت. اللهم صل على النبي. الست يعني الستات في حد ذاتها عندهم القدره ان هم يفصلوا ويبدعوا يعني. ممكن تعمل بلوزه، بصي يعني انا عايز اقول لك حاجه ودي برضو هنتكلم فيها، في مهارات مصمم التزيين. ده انا كنت لسه برضو جيت على بالي سؤال دلوقتي وانت بتتكلم لسه حالا، ان انت بتقول الستات عندها ميزه، مين اشطر الستات ولا الرجاله في المهنه دي؟ وليه دايما هم الرجاله هم اللي مسيطرين على المهنه دي؟ كل مصممين الازياء العالميين والمصريين الشاطرين رجاله. مش يمكن موضوع الرجاله دي مش هقولها عشان مبقاش عندي تحيز يعني، بس هو الراجل لما بيبقى مركز في حاجه بيبقى مركز فيها. لا ده ردكوا على كل حاجه، ليه شايف الرجاله احسن وليه لا؟ مش أحسن. مش عايز، مش هقدر اقول كده طبعا، لكن هو لما بيبقى مركز في حاجه يعني. انا عايز اقول لك حاجه، انا لما بكون بقص وحد بيكلمني في المحل مش كلمتي حاضر وطيب، من عينيا حاضر وطيب وبقص، انت مش سامع اصلا. وبعد ما بخلص انا ما بقاش فاكر مين كان بيكلمني اساسا. ممكن يكون دي حاجه فينا احنا كبشر يعني او في طبيعتنا. لكن الستات برضه عندهم، ما ننكرش طبعا، عندهم ذوق قوي جدا يعني. هي ممكن تجيب بايديها مثلا زرار او تجيب ورده او تجيب خرزه وتحطها بطريقه معينه في البلوزه تدي لها معنى رائع. اوكي. فهي ممكن تكون عملت حاجه ابسط من البساطه لكن غيرت معنى الحاجه كلها. وهو ده، وده برضو نوع من انواع الفن، وده هو ده اللي بيخش فيه مجال تصميم الازياء. تصميم الازياء هتلاقي طوب الارض بيعمل بلوزات، لكن ممكن مصمم الازياء يعمل البلوزه ويحط عليها فكره صغيره من دماغه يخليها رائعه. ده اللي بيخليك تشوف لون معين ويخليه حاجه روعه يعني. انا شفت مصممين ازياء وتعرفت عليهم يعني شخصيا واتكلمت معاهم، بيبقى عندهم حاجات ممكن تميل للجنون اكتر. ممكن انك انت تلاقيه بيحطها فبيغير شكل الحاجه خالص. ماشي، ممكن ما يكونش بيعرف يقص، ممكن بيعرف، لكن عنده الفن ده او الصفاء بتاع الذهن ده اللي يخليه ان هو يعمل الحاجه يغير من ايه؟ من شكلها، من شكلها، من يغير من النظام بتاعها كله. وهي الحته دي كمان بيبقى فيه مثلا انت في حاجات معينه بتشوفها في اللبس او في الماركات، مثلا ايه ده، ده المصمم الفلاني، اول ما بتشوف الحاجه وانت ما تعرفش ان هي بتاعت مين، لو مثلا ايه خمس بلوزات مختلفين دي تبقى بقى بتبقى عارف ان ده سكه فلان، ده بتاعت فلان. ما هي اقول لك حاجه، ما هو ديت المدارس. لكل واحد مدرسه فكره بتاعته. الله سبحانه وتعالى ما جعلش العلم لكل البشر، فجعل لكل واحد سكه هو ماشي فيها، فهي دي اللي
بتوزن الصفه بتاعته او بتوزن الاتجاه بتاعه بالظبط، الذوق الشكل فهم حتى ما بيعرفش يسلك نفسه من مكان لمكان. وهو دوت ده فكره المصمم نفسه. وهو نفسه بقى مرتبط بكده، هو مبسوط بكده. ايوه هو مدرسته وحتته ومبسوط خلاص بيها. ولما بيجي يفكر فيها بتفضل عايشه سنين على نفسه ممكن ليه؟ لان هو زي ما قلت لك فكره عاجب مجموعه من البشر، فمركبه تفضل طول عمرها، ما هيبقاش عاجب كل الناس، ففي ماركه ثانيه عاجبه ناس ثانيه، فكل واحد شغال بالايه؟ بالحته بتاعته للناس ايه؟ اللي بتعجبهم الحته دي. طيب المهارات هي دي برضه هتخلينا نروح لاسئله لسؤال تاني، يعني في كذا سؤال بصراحه، في اسئله كتير قوي مجهزها لك والوقت مش كتير، لكن الاحسن ايه؟ ان انت تشتغل في حته واسعه وتنتج كل حاجه اللي هي بلوزات على بنطلونات على كل الاشكال وكل الاذواق، ولا الاحسن ان انت يبقى ليك اللاين بتاعك اللي هو خط معين وانت شغال فيه وهو ده بس بتاعك، مثلا بلوزات بشكل معين او بلوزات وبنطلونات بالشكل المعين بالالوان المعينه اللي هو ذوقك انت؟ بس الخط الواحد دوت للشخص الواحد ده افضل. عشان ليه بقى؟ حلو قوي. ليه؟ اقول لك، لان هو لو حاول ان هو يعمل كل حاجه ممكن ما يقدرش ان هو يبدا فيهم، فيبدا ان هو المستوى فيها ينزل، لان هو ما قدرش ان هو يتقن في كل حاجه. حلو. لكن هو لو مشي في خط معين كل مره هيجي له حاجه جديده في نفس الخط فيحدث فيها زي الابديت كده، تفاصيل تفاصيل في حته صغيره. فهو بكل شويه عمال يعمل ابديت للحاجه ديت، فعمال يعمل تحديث في تحديث في تحديث، ففضل ماشي ماشي وبقت الحته دي بتاعته. حلو. فاستمر فيها فطلع بيها. حلو. ماشي. الا اذا الموضه ما بقتش تطلب الحاجه دي في الساعه دي، بيغير خط مش بيغير كل الخطوط، يعني الخط بتاعه ممكن يميل لخط لشكل تاني بس مش يميل بقى انه هياخد كل حاجه، لان هو كده مش هيعرف يتقن او هيتشتت مثلا. تمام. فالافضل ان هو يبقى ماشي في خط، هو الخط ده هو اللي هو قدر ان هو يعمل له تحديث كل فتره، يعمل له تطوير معاه مع الوقت مع الشكل، وهو ده اللي بيخليه هو يفضل مستمر. لكن اللي يبقى مش يقول لك انا اعرف اعمل كل حاجه في كل حاجه في كل وقت دوت، ملوش لون ولا ذوق ولا معنى خالص، هو بيقلد وبيقول انا بعمل. ما ينفعش نعمل كل حاجه، بيقلد وبيقول انا بعمل، لان الله سبحانه وتعالى ما ادالوش في عقله ان هو يسيطر على كل الافكار. بالظبط. طيب خلينا ناخد فاصل وهنرجع نكمل كلام.